20. يبقى عندك طول كل استفتاح كانوا قد بعض. يبقى من قد من المسلمين خد الشورت وخد الجوز. من اسم الكبر ينين عرفت اليودس كلمة كبر ينين مشقة من كبر. يبقى بيعالج الكبر توكسيتي والزين توكسيتي. ده الكبر توكسيتي اللي يسموه الويلزون ديزين. بيعالج ايه كمان؟ طلع بيعالج كومبلاسن. يعني ايه؟ بيعالج فقر اللي يديله في فترة النقاهة بتاع اللجو المرقي. يعني بعد ما خلص اللجو المرقي وعالجهم بالدمس او البال او الانده قالهم شكرا يلا مع السلامة وخدوا الحبوب دي عشان تكملوها. ها؟ يبقى في الكونفلاسن ستيج بتاعت اللجو المرقي. طب كانت بني سلمين او القاضي مين خلصها؟ اذكر على اخر واحد بقى الدين شرار. الدين شرار هنستخدمه في القرآن التوكسيتي دي طبعا الاسم فرار جاي من فرام. ها؟ اسمه دين شرار او دين شراب زمين. كده او كده. طيب. بيضرب الايرن لان ده بيضربه في اماكن زياداته. اماكن الستورج. هو بيبقى ستور على هيئة ايه؟ فرنتين او هيموسيدرين. فهو يضرب الاثنين دول عشان دين زيادات في الحديد. ملوش دعوه الحمد لله لا بالهيموجلوبين ولا بالسيتوكروم. ما دول ده في حديد وده في حديد. لا هو ما بيضربش الحديد بتاع الهيموجلوبين ولا السيتوكروم. بيضرب الايرن انكريز بس. اللي هي فيه في الستورج اللي هي مين؟ الفرنتين والهيموسيتر. طب ايه الجرعة بتاعته؟ الجرعة بتاعته بدي امبولتين. امبولتين اصل كل امبولة 500 ملي جرام. يعني بدي امبولتين او بقول بدي واحد. مش امبارح قلت لك الادتة كانت واحد والنهاردة واحد كبسول والنهاردة واحد جرام كله بياخد واحد. يبقى ببتدي بواحد جرام او بامبولتين. وبعدين انهي 142؟ ايه 142؟ ان انا بدي انبولة كل اربع ساعات لمدة يومين. انبولة. الانبولة اتفقنا قد ايه؟ ها 500 ملي جرام. يبقى انبولة كل اربع ساعات لمدة يومين. يعني بدي الاول ده واستنى شوية. استنى شوية بشوف ايه؟ انا بشوف اليورين بتاعه. اليورين بتاعه بعدين قال لي 142. وبعدين تفضلي قد لمدة يومين احتمال اليومين دي تبقى يوم. احتمال اليومين دي تكتر. قالت اكوردين تاني انك تلاقي الواين روز كالر اوف يورين ديسابير. طول ما هو منزل بول لونه نبي يعني لونه محمر زي لونه الخمرة كده اعرفي ان في حديد بينزل. الديسابير بيعمله كليشن وينزله. اول ما تلاقي اليورين بقى ذاك الفوق خلاص كان بقى يقولوا البير روزين كالر او الواين روز كالر. اول ما الاقيه بيسافر او اوكي كده احنا خلصنا كل الكلاس. فاحنا اتفقنا الكلاس بدون ازاي عندك جدول اسمه انتيدوتس. ده انا مش هقوله خالص غير في الاخر بعد ما انت تكون خلصت كل الدروس هتلاقي كده ده اهبل وعرفناه لوحدنا. حاجه ثانيه ما قلتهاش في شابتر 1 عشان تبقى عارف. في شابتر 1 دي اللي هقولها المره الجايه بس عشان الوقت هقول يعني في حاجتين هسيبهم في الاخر خالص بعد ما كلمت. حاجه اسمها توكسي درونج ما ذكرهاش دلوقتي خالص. وحاجه اسمها الانتي دوت اللي هو الجدول اللي في الاخر برضه ما ذاكرهوش. اخر جدول ده ما ذاكرهوش. الاثنين دول هيبقوا هيفيد اول ما لقوا في الوش خالص. خلاص؟ طب يوم السبت بس ان شاء الله الرحمن فاضل لي البريد دوت كوم عشان الام تي كيو. بس دي وابقى خلاص شابتر 1. اوكي؟ هما دول اللي عندي ناقصين في شابتر 1. اوكي؟ طب يعني تبقوا مفكرين بالاثنين دول بس ايه بعد ايه 10 ايام مثلا نكون دخلنا بعد 10 ايام كده 12 يوم نكون دخلنا بس في الموضوع هتلاقي الاثنين دول هيجيلك محدش يقراهم دلوقتي خالص. والكوما زي ما اتفقنا ان شاء الله الرحمن اقولها لك بقى على الصح. دلوقتي انا عايز ادخل في شابتر 2. شابتر 2 هو ايه؟ اللي هو الكروز. بيعمل ايه؟ طب بيبان عليك ازاي وانت صح اسمها كلينيكال فيتشر. طب لو موت يبقى اسمها بوست مورتم فيتشر. طبعا مش عارفين ازاي بقى اسمها كلينيكال. يبقى اي بايظه في الدنيا بنزل بالايه؟ بالطبع الاساسيين بتوعي. زائد بعد كده زائد امراض احيانا 8 و9
ما بنقولش بالتفصيل او مش عاوزين تحفظ بالتفصيل السورس والكايناتك. 10 و11 قلنا ايه الدياجنوزس والديفرنشال دياجنوزس. الدياجنوزس دي كلمه غلط، انا المفروض قصدي بيها انفستيجيشن او اللابوراتوري انفستيجيشن بتاعت المعمل. انا النهارده هاخد في ايه، ايه هو الكروسس. الكروسس دي عباره عن سبستنس بتعملها ديستراكشن اوف تيشو، بينها بتطلع سيرم انرجي، بتطلع هيت، فعشان كده بتحرق اي حاجه في الميه. طيب ايه ساعات الكروسس اللي انا عارفاها؟ عندي نوعين، عندي نوع باسم التيبيكال اللي هو المشهور، او ليه اسم ثاني اسمه ان اورجانيك كروسس، وعندي نوع اسمه الاتيبيكال او الاورجانيك كروسس. يبقى دول النوعين، ولازم تبقي عارفه ايه اساميهم الاثنين. اديني اكزامبل كده. الاكزامبل قلنا هنا الاسيد وهنا الالف، بمعنى ايه؟ الاسيدز المشهورين بايه؟ سلفوريك اسيد، هيدروكلوريك اسيد، نيتروجين. الالكالز المشهورين بمين؟ اشهر حاجه البوتاس والامونيا. يبقى البوتاس والامونيا هما اللي هركز عليهم. الناحيه الثانيه مفيش غير اسيدز بس، اللي هما ايه؟ الكربوليك اللي هو اسم ثاني الفينيك او الفينول، والاوكساليك. يبقى دي معلومات قديمه كنت قلتها لكم في اللي فات كده، كل مره اقول لك حاجه خلاص. طب انا بعمل كومباريزن ما بينهم. الكومباريزن اللي ما بينهم دي ممكن ديفرنشيت بتوين، ان دول مشهورين بانهم فيري 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 سترونج، عشان كده ربنا مأمنك مخليها ايه؟ لوكال اونلي. الاكشن بتاعتهم لوكال اونلي. امال الناحيه الثانيه قالك دول ضعاف جدا، دول مايت، بس معوضين ضعفهم بانهم بيشتغلوا ميكسز. يعني ايه ميكسز؟ يعني لوكال وريموت، بيشتغلوا مكان دخولهم وبعد ما ينفصلوا. يبقى ده الفرق اللي ما بينهم، ان هنا فيري سترونج بس الحمد لله اشتغلوش غير ايه؟ لوكال بس، مكان دخولهم، يعني يدخلوا يبقى يهدلوا المعده بس وما ينفصلوش، يبهدلوا الجلد ما يقعوا على جلدك بس ما ينفصلوش، يبهدلوا الرئه بس ما ينفصلوش. اما التانيين عشان مرضوا غلابه وضعاف بس تعبين، يشتغلوا في مكانين لوكال اند فيلد. طب الفرق الثالث اللي احنا سمعناه قال لك ايه؟ قال لك خلي بالك اللافاج هنا مش مسموح، كونترا انديكيتد، حد تنكر مش مسموح تعملي لافاج ليه؟ كاربوريشن والبومبنج الريتبرت. لكن هنا قال لك مسموح، بس بشرط كابت انت ما كانتش مشكله، بس مسموح. مسموح ليه؟ لان هتسمع النهارده انهم غلابه ما يعملوش كاربوريشن. دول ايه؟ غلابه جدا. يعني عايزين نقول واحد فيهم مثلا بيسخن المعده، يعملك سيكلينج اوف جاكس ميكوز. وايه كمان؟ البومتنج از ابسنت. هنا بقى مفيش بومتنج. يبقى بص العكس، هنا انا بغسل ليه؟ خايفه منه. هنا ما بغسلش ليه؟ خايفه منه يعمل لي بيرفوريشن. خلاص؟ لكن هنا ما بغسلش من بيرفوريشن خالص، ده الكربونيك اسيد هتعرفي انه بيعمل سيكلينج مخصوص بيقول ده بيتخن. بس مصدره ما بيعملش بومتنج، عشان كده لازم اغسل، ملهاش حل. اوكي يا دكاتره؟ طب هما دول الايه؟ لو قال لك ديفرنس بتوين الحاجات اللي هي الظاهره هي مجرد اسيد منه. طيب ندخل بقى النهارده هنقول اول جدول اللي هو الفيزيكال او الان اورجانيك. ايه اول جدول بقى؟ هنمشي على الايتمز اللي انا كاتباه بالظبط. هنعمل جدول كده، هنقول هنتكلم على الاسيد وهنتكلم على الالف. اللي هو اول واحد اللي هو ايه؟ اللي هو التينيك. الجدول عندك في الكتاب ده بتاعي، فيعني خد نفس القصه في الشرح. خلاص؟ لكن هتلاقي نفس كل كلمه هقولها ليه؟ خلاص؟ يلا الاسيدز والالكالز هعمل ايه؟ هقارن بين الاثنين. اديني مثال للاسيد سلفوريك هيدروكلوريك اند نيتريك. اديني مثال للالكالز قلنا ايه؟ الامونيا والبوتاش.
عشان نبقى عارفين. يبقى سلفوريك، هيدروكلوريك اند نيتروجين. طب هنعمل كي وورد، احنا هنمشي كي وورد لكل حاجه بنشوفها في التوكسيكولوجي. الكي وورد بتاعتهم دول ايه؟ stomach skin smoke. stomach skin smoke هو ده الكي وورد بتاع الجدول ده. يعني الف وظهور ما خدش بره الاستومك والسكين والسموك. لو وقع على جلدك، وقع في معدتك، اخدته كدائر دخل على النار. تعال اول حاجه السورس. يبقى نتكلم في السورس. السورس واليوزز، زي ما انا بقول سورس واليوزز، يعني اليوزز استخداماته ما تعرفي هو جاي منين. تعالي مثلا السلفوريك اسيد مشهور انه دايما في بطاريه عربيه، يبقى مصانع بتوع البطاريات العربية. الهيدروكلوريك أسيد مشهور دايما في الكيميكال لابوراتوري، دايما في ايه؟ في اي معامل، او دايما بنقول بيستخدموه ككلينر اللي هو التويلت كلينر وفي حمامات السباحة. النيتريك أسيد مشهور فين؟ دايما حتى في برنامج سر الارض في مانيور تماد النيتريت، تماد النيتريت، يبقى مشهور كفرتيلايزر. تماد، يبقى ده السورس واليوز، يعني هو جاي منين؟ طبعا ما اقدرش اقسم ان السلفوريك اسيد فيه ثلاث سورس، النيتريك اسيد بس انا خدت واحد نو بروبلم. خلاص احنا مش هنقول لك انت انزلي في المطعم، احنا مش بروفيشنال اسيد كمان يعني. طيب يبقى ده السورس واليوز بتاعت انشيلت الاسيد. تعالي بالنسبه للالكالين. الالكالين بالنسبه للبوتاش، البوتاش ده ها مشهور كحاجات ديترجنت. يعني ايه؟ يعني بينظف بيه الغسيل، الاريال والبرسيل والحاجات والبوتاس وكده، ها، وفي الديش ووشر اللي هي الحاجات اللي بننظف بيها، الصابون اللي موجود في البيت، هو كل ده البوتاس وكل الالكالين. اوكي، الاموزه بتخرج من بعض الصناعات داخله فيها، مش مشكله مش هنعرفها. هي فينا ان الالكالين دي عباره عن كلينرز بقى، من اشهر البوتاس اللي هم الستات بياخدوه بدل انه بيبيض وبينضف وزي الفل، ها، وبس اخف من ايه؟ برسيل واريال وكده. خلاص؟ طب يبقى كده خلصنا، مش عايزين منه حاجه. الكاينتكس ما يهمكيش، يبقى النهارده الجدول مش مهم الكاينتكس، مش هنديكي كاينتكس. في دروس مثلا زي الباراسيتامول هعمل لك هايلايت الكاينتكس تتسقي فيه، يبقى هنعمل هايلايت على الباراسيتامول. طب تعالي الكونديشن اوف بوينت. ايه الكونديشن اوف بوينت من هنا وايه الكونديشن اوف بوينت من هنا؟ انا معلماكي في اول كلاس قلت لك ايه؟ قلت لك خلي بالك الكونديشن اوف بوينت دي بطلع منه، او المانر بطلع منه ايه؟ اكسيدنتال، سويسايدال، هوميسايدال. يعني ده يمشي قضاء وقدر، ولا انتحاري ولا جنائي. يبقى الثلاثة بيتقطعوا في كل الدروس، اكسيدنتال، سويسايدال، هوميسايدال. تعال نشوف اكسيدنتال. اكسيدنتال كنت معلمك أربع أسهم وبخرج منها. الأربعة فكرني بيهم الأربعة. التشيلدرن، الوركر، الثيرابيوتيك أوفر دوز، الأدكت. يبقى كان في معايا دايماً أربعة بحطهم وبنصحهم في كل كلاس وعليك تختار. أنا النهارده بتكلم على أدكت. تمشي تشيلدرن واي نوت، تمشي وركر طبعا، لكن ما سمعتش انه حد بيتعالج او بيطمن عليكم، يبقى لا مش ثيرابيوتك ولا خلاص. طب يمشي سويسايدل، كل حاجه تمشي سويسايدل ده اسمها غير صعب، كلهم كذاب، ما سمعناش ان حد يجي ينتحر يشرب ميه نار، لكن سمعنا اللي يحب ينتقم من خطيبته اللي سابته يجرؤ عليها ميه نار في وشها، مشهور. او يجرؤ على التفات وهو ماشي. تمام؟ يبقى مشهور ان السلفوريك اسيد از اسيد اوف ريفنج، بتاع الانتقام، او بنقول عليه كلمه ثانيه فيتريولاج. فيتريولاج او ريفنج الاثنين واحد. يبقى ده اسيد الانتقام ليه؟ هو اصله مش عايز يموتها. لا، هو عاوز ايه؟ عاوز يجيب لها حروب، عاوز يشوهها، disfigurement، عايز يسيبها معاها blindness. هو ده هدفه. يبقى انا
لا هقرا اكسيدنتال ولا هقرا سويسايدال، بس ممكن احط هايلايت على كلمه ريفنج وما ذاكرش غير كلمه ريفنج. يعني مش لازم اقول ان هي ديسفيجرمنت بلايند، بس دي زياده من عندي، لكن مجرد انه اسيد اوف ريفنج. فانا بنادي اراجع افتكر ده سهل يبقى مش خلاص، مش عايزه اقول كونديشن اوف بادي تاني. تعالي للألكالي. ينفع الشلدرن طبعا اصل المصيبة من البطاط شبه اللبن، والمصيبة من الام يبدوه في مواجهة يبقى عامل لبن بطاط. المصيبة من الام الجهلة احيانا تشيله في اداة الاكل، اداة الزيت او اداة اللبن، فدايما الطفل تاكله من اللبن. المصيبة الاخطر يعني حالة واحدة ست شالت البطاط في تلاجة، فجت بنتها كان في اغسطس، فجت بنتها جمع اسمه ماما جمع حرانه، طلعت فتحت الثلاجه راحت ماسكه البطاطس وشربتها. ما هي لسه جايه غبيه، مش الام مش البنت، الام غبيه ليه؟ البطاطس مش هيموت حطها في الثلاجه ليه؟ هو هيموت من الحر، هو يتحط في اي حته بره. فبص الام حطته جوه، فالبنت جنبه منها كبيره، واحنا الشله دي النقطه منها فيها توكسيك، لان هي بتتعامل مع بالكونسنتريشن مش بتتعامل بالكوانتيتي، فعشان كده هي النقطه هنا لازم تحقق على طول. خلاص؟ طب يبقى يمشي تشيلدرن ليش؟ يمشي وركرز واي نوت؟ الامونيا فيوم تطلع من الصناعات، لكن ما سمعتش انها بتتعالجي بيه او ادكت، لا ما سمعتش. ينفع نسحر بالاسلوب ده؟ ما سمعناش عليه، فدايما نقول رير. خلاص؟ ينفع اموت حد بيه؟ برضه ما سمعناش عليه، ما سمعناش ان انا اموتك ببطاط، اموتك بدل ما نقول ايه رير ليه؟ ما بينا ما بنستبعدش ان بيطلع لنا كده حالات تقول لك اه حاجه غريبه. يبقى انا احط بقى هايلايت على مين؟ على كلمه ريفانج وكلمه ميلك بس، هي دي اللي بتتذاكر. لو انت حاسس كونديشن مصري يبقى انت بتضيع وقت. يبقى حق كلمتين، لان انا بعلمك احنا بنصحح ازاي. ندور على الريفانج وندور على الملك، ان هو البطاط زي الملك. اما الباقي شويه كلام انشا، مش واخدين نقعد بقى نقرا كلمه كده طبعا. خلاص لكن في كلام ما يتقال يبقى بلقطه عايزاه. خلاص؟ طب الكونديشن اوف مايند خلاص خلص جميل، الحمد لله عليك في كنتوز ولا في تفسير في الدهن. جميل. مش عليك ارقام. ادخل لي بعد كده بقى الدرس يبتدي اول ما اقول اكشن. ايه الاكشن بقى بتاعنا؟ الاكشن بتاعنا هتكلم عن الاسيد وبعدين هتكلم عن الالكحول. الاكشن بتاعنا اوعي تنسي ان الاثنين they are very strong corrosive and local corrosive. صح كده؟ صح. انا معلوماتي كي وورد فوق ايه؟ انك تقولي لي لو وقع على الستومك هيبقى ايه؟ لو وقع على السكين هيجرى ايه؟ لو شمتيه سموك في اللنج هيجرى ايه؟ يبقى الاكشن لازم الثلاثه. الطالب دايما فاكر الستومك ما بيفتكرش ده، الطالب عنده سكريبت لازم يشربها بوقي. ما يعرفش ان احنا التوكسيستي لو وقع على الكلب، التوكسيستي لو انهيلت يوم، يبقى عندي ثلاثه اوعي تخرجي براهم. تعالي هتكلم عن اسيد الاول. الستومك انت بتقولي اسيد اللي فيها سي سي ظاهره بيعمل ايه؟ بيعمل كواجيلاتر نكروز، ينزل يعمل لي كواجيلاتر نكروز ايه؟ بلاد ديستراكشن، يبهدلك، يبهدل معدتك، بس بيبهدل معدتك يكلكعها ويقطعها ويوقعها كلاكيع، يعني يوقع كواجيليشن. كواجيليشن ايه؟ ستومك ميوكوزا. فالديستراكشن هنا فيها كواجيليشن. خلاص؟ طيب وقلنا بيعمل ديستراكشن، الديستراكشن بتوصل انه ممكن يعمل لي بيربوريشن اوف ذا ستومك، لان اسد على اسد، انت الاسد ودايق هيدروكلوريك اسد تحت يتحدوا عليك بيربوريشن. السكين يا ترى لو وقع على الجلد بيعمل ايه؟ نفس كلمة ديستراكشن برضه، ما كل حاجة بتقول كان ديستراكشن. يعني ها؟ بس أهم كلمة بيعمل كالرز ألسن اسمها إيشرز. طب لو شميتيه يعني ايه؟ يخنقك اسمها ايه؟ ايديما اوف ريسبيراتوري باثوجنز اند اسفيكسيا. طب في ثلاث كلمات كل العكس اللي انا قلته ده ممكن تقلقيه، بس في ثلاث كلمات لازم احط عليهم هايلايت.
اللي هم ايه؟ اعتقد الصالح كتب لك مقابله النكروزس ولا لا؟ في اهم كلمه. بعد كده هتقولي ديستراكشن نكروزس اتروفي اوف ذا ستومك مش عارفه ايه اوف ذا ستومك مش مشكله، بس مقابله النكروزس هو ده من الاكشن. الصالح كتب ايشوز ولا لا؟ بس عارفين السكين. الصالح كتب اسفيكسيا ولا لا؟ انا ما يهمنيش ايديما اوف ريسبيراتوري باثجن، ايديما اوف لانكس، ايديما اوف بلوفنس، ايديما اوف اي واحد بقى بيبكي، لكن انا يهمني بدل يجي واحد يكتب لي سواري مو، فما تخافيش انت بتقارني قلبك براحتك، معانا انت اكيد براحتك، وانت هتتمرني على حسب بس في حاجات عليها خلاص؟ طب تعالي بقى في الالكاليز، اكتبي نفس الكلام تاني بس اسمحي لي بدل كوأجيلاتيف، قصدي دي فيها تاني حرف ايه بقى؟ ال 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 يبقى ليكويفاكتيف نكروزس. ليكويفاكتيف نكروزس يعني ايه؟ الدنيا سايحة النهاردة نعمل برضه ديستراكشن ويبهدل ها؟ بس بإيه؟ يسيح السمك اللي فوق ده، ينزل الدنيا سايحة، ينزل الدنيا صوبي عاملة زي الصابون، رغاوي صابون، التاني ينزل الدنيا كلاكيع كوأجيلاتيف خلاص؟ طب يبقى أنا شلت كوأجيلاتيف وحطيت ليكويفاكتيف، في كلمة تانية مش هتنفع، البرفوريشن ما تنفعش لأن ده ألكلي على ده الاكل بيقل شويه، فبدلها بنحط ايه؟ ستريكتشر اوف ذا اوسوفيجس، ناروينج اوف ذا اوسوفيجس، بيعمل ناروينج بدل ما بيعمل بريشر في الصمت، لا ده بيعمل ايديما للور اند، اللور اند اوف اوسوفيجس عشان دي اضيق حته عندنا، نورمال دي اضيق حته اللور اند اوف اوسوفيجس، لكن كملي عادي بيعمل ايشرز وبيعمل اسفيكسيا عادي خالص. يبقى لنا النهارده اسيد بالسيكو اكتيف نيكروز، ليكويفاكتيف بالال، الالكالي بالال، ليكويفاكتيف نيكروز. خلاص دي ممكن تجيلك صح وغلط، مين اللي بيعمل كوانتيف ومين اللي بيعمل ليكويفاكتيف؟ مين اللي بيعمل برفوريشن ومين اللي بيعمل سكتشر؟ اوكي؟ طيب كلام جميل. يبقى كده احنا خلصنا ايه؟ خلصنا الاكشن. ما تدخلي لي بقى على الكلينيكال بيكتشر. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت ده وايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت ده؟ قبل ما انسى عايز اقول لك حاجه للبورد، بتوع الاسفيكسيا او اللي بيدخلوا في النوز اتنين من الان الفيوز بتاعتهم ايه اتنين من الان؟ هنا الامونيا، هنا النيتريك اسيد. يبقى خلي بالك بتوع الاسفيكسيا ها دي كانت اورال بس حتى انا بتوع الاسفيكسيا 2 بالان، بتوع النوز 2 بالان، الامونيا اللي هي الكالي، النيتريك اسيد اللي هو اسيد، بمعنى ان النيتريك اسيد فيوم از مور دينجرس ذان سامفوريك اسيد فيوم. يبقى النيتريك اسيد اخطر، اخطر من السامفوريك مليون مره كفيوم. ها؟ والامونيا الكالي. اوكي؟ طب ادخلي بعد الاكشن ايه بقى؟ وصلنا لكلينيكال بيكتشر. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هقول الاسيد وبعدين هقول الادويه. الكلينيكال بيكتشر قبل ما ابتدي هتفضحي كده، قبل ما تيجي خالص لازم اقول ايه؟ بس الكلينيكال بيكتشر كل حاجه قبل ما تبتدي لازم اكتب ايه؟ ستومك سكين لازم الثلاثه دي. يبقى احنا دايما عن كي ورد قبل اي ايتم. اصل انا بقول لك كده ليه؟ ما انت هتكتب الستومك ودايما نتيجه سكين وسموك. يبقى قبل ما تبتدي احنا ايه عن كي ورد فوق؟ طب مين مني كلينيكال بيكتشر؟ الكي ورد بتاع الدرس ده كان ايه؟ ارجع تاني. يبقى ستومك سكين وبعدين سموك. بص بقى انا هعمل ايه؟ انا هبتدي بالسكين والسموك الاول اللي بيتنزل، مش هبتدي بالمهم، انا ببتدي باللي بيتنزل واللي انت بتبقى عليه. خلاص؟ طب تعالي السكين، انا بتكلم عن كلينيكال بيكتشر. السكين انت قلتي في الاكشن كان بيعمل ايه؟ قشر. النهارده حدي الوان، لو سلفوريك بقت سودا فاكرين الكالي ابيض القشر بيضة؟ يبقى السلفوريك سودا والالكالي ابيض. بس خلي بالك عندي لسه هيدروكلوريك بيبقى لاد قشر، عندي النيتريك بيبقى يالو قشر. يالو قشر عشان بيطلع ماده اسمها زاندو بروتين، عامله زي البيكر كده، عشان كده بيبقى لونها يالو.
خلاص يبقى انا خلصت السكين خلصت السكين خلاص. تعرف السموك تعرف السموك اترجم الاثنين ازاي؟ انت قلت بيعمل ايه؟ اكيد ترجمتها في كلينيكال بيكتشر ايه؟ ديسنيا اند سيانوزس الاثنين ديسنيا اند سيانوزس بس مين اكتر؟ هنا النيتريك اسيد هنا الامونيا اوعي تنسي. يبقى ترجمه الاسفيكسيا ترجمتها بطريقه ان العيان بيعاني من ديسنيا اند سيانوزس. كتبتي اسفيكسيا تاني واي نوت؟ يعني ما تخافيش احنا دايما احيانا نقول الاكل والكلينيكال بيكتشر بنحطهم على بعض الاثنين مع بعض. ممكن اقول اسفيكسيا سينوزس يعني ممكن اكتب سينوزس في الاكشن بنعتبرها صح. فهو بعدين ما فيش سؤال هيجي لك ايه بيور كده؟ لا اقول دايما كلينيكال بيكتشر. اول ما اقول كلينيكال بيكتشر لازم تكتبي اكشن. يعني اول ما السؤال يجي لك كلينيكال بيكتشر لازم تكتبي اكشن عشان تقولي كلينيكال بيكتشر. خلاص؟ طب خلصتي الاثنين اللي سنتيهم اللي ممكن تنقصي عليهم؟ خلاص خلاص. تعالي بقى في المهمه اللي اسمها ايه؟ الاستومك. هتكلم على الاسيدز الاول وبعدين الالكالي. ايه الاسيد بقى الاول؟ انت بتقولي لي ده كوروزيف ده حاره. يبقى اول حاجه سيفير بين البين من المغز لغايه الاستومك بتصرخ الالم. خلاص؟ طب البين ده هيؤدي لنمره اثنين. هيؤدي لايه؟ هيؤدي لشوك وهيؤدي لسوالوينج هيبقى تعبان وهيؤدي للسبيتش هيبقى تعبان. يبقى الألم عمل ثلاث حاجات. عمل ايه؟ شوك المشهور بالنيوروجينيك شوك. سوالوينج في صعوبة في البلع ان انا موجوعة وحصل سوالوينج في بقي من جوه وألم ازاي هبلع واكل. يبقى اسمها ديسبيشيا كل ما ابلع في صعوبة في البلع. السبيتش ما عمل لي هورسنس اوف فويس يقول لك هورس اوف وايت وديس ارتريا كمان يا ستي الارتكيليشن بتاعت الصمغ في الشغاله في سوالينج البين يبقى في هورس ماتش صح؟ يبقى البين عمل لي ثلاثه اسود جميل. طب نمره ثلاثه هترجعي في فوميتنج. الفوميتنج ده عباره عن ايه؟ قالك انت بترجعي الاكل ماشي بس انت قلت لي ان الاسيد بيعمل ايه؟ بيعمل ديستراكشن للستمك بياخدها وينزل الستمك كلاكيع ومخلوط بدم. ما هو الدنيا فيها دم والدم لما بيخرج بيتهضم بالاسيد. اما بيتهضم بالاسيد اسمه ايه؟ اسيدك هيماتين. يبقى انت رجعتي ماده اسمها اسيدك هيماتين شكلها ايه؟ بس بتقولي لي متكلكعه حاجات سودا كده وحاجات محمره كده متكلكعه. قالوا لك ايه؟ المتكلكعه عامله زي ستيكس القهوه او سلوه القهوه اسمها ايه؟ كوفي جراوند ابيرنس. عامله زي الكوفي جراوند ابيرنس يبقى كلاكيع الدم اللي نزلها كلاكيع زي سلوه القهوه. خلاص؟ طب نمره ثلاثه ده ادى لاربعه وخمسه. ادى النمره اربعه ونمره خمسه. انت ما رجعتش كل حاجه من فوق مفيش حاجه هتنزل لك من تحت. يبقى عندك اكيد كونستيبيشن. يبقى الكونستيبيشن بسبب الترجيع بس بسبب حاجه كمان بسبب البايلوروسبازم. بيحصل بايلوروسبازم يبقى الكونستيبيشن سببه ايه؟ ان في ترجيع وكمان بايلوروسبازم. يبقى المهم مين عامل حاجتين كونستيبيشن وايه؟ دي هايدريشن. يبقى نمره خمسه دي هايدريشن. جميل؟ وصلت للديهايدريشن؟ طيب ايه رايك ان خمسه ادت لسته وسبعه؟ ايه رايكم في اللعبه دي؟ الديهايدريشن اللي حصل ادى لشوك اخرى بس المره دي بقت شوك اسمها هايبوكوليك شوك. الشوك اللي فوق دي اسمها نيروجينيك لكن دي هايبوكوليك. يبقى دي هايدريشن ادت لشوك وادت ان الضغط مش واصل كويس للكيدني. يبقى سن رينال فيلير ها؟ يبقى رينال افكشن. رينال افكشن عشان الهايبوبرفيوجن قل عشان رينال ها بلاك بلاي قلت. خلاص؟ ادي الكلينيكال بيكتشر تاني. سيفير بين فوق لتحت البين ادى ثلاثة ايه؟ الثلاثة ايه؟ شوك سوالو اند سبيتش صح؟ طب ثلاثة البنطي رجعت دم اللي هو مكاكا عامل زي سلوة القهوة اسمه اسيدك ويز بلوك اسيدك هيماتين. البنطي أدى لحاجتين رجعت كل حاجة البنطي
الكونستيبيشن، بس الكونستيبيشن عشان ضرر صدنا برضه رجعت كل حاجه من فوق، جابت الكونستيبيشن وجابت دي هايدريشن. دي هايدريشن جابت لك حاجتين، جابت لك شوك المشهوره بالاوليجيميك او هايبوفوليميك شوك، وجابت لك ايه؟ ديكريس بلاد سبلاي ده كان يتسند لينا الانفكشن او المنزليه. طب الشوك دي انا معلمك الشوك دي يعني ايه؟ اربع اسهم يا دكتوره. Blood pressure decrease, temperature decrease, rapid whisper, rapid chair respiration. ايه دي مظاهر الشوك؟ ما اكتبهاش ليه؟ يبقى مظاهر الشوك ثانيه. Decrease blood pressure, decrease temperature. ضغطك وحرارتك واطيه دايما. Blood pressure, temperature. امال البلس rapid whisper, rapid chair respiration. خلصت الكلينيكال بيكتشر بتاعت السلفارك والهيدروكسي. جميل. ادخلي على الالكالي. الالكالي ابتدي كل ده تاني، كله كده كله زي ما هو بالتفصيل ما عدا تحبوا تشيلوا ايه؟ في جمله كده باينه، ايه احمد؟ الله ينور عليك. يبقى عشان خاطري بقى كلها الاسيدك هيماتين تتحول لكلمه الكالاين هيماتين. يبقى بقت النهارده الكالاين هيماتين، وزي ما احمد قال قال ما عادتش تنوز اهوز، دي عادت ايه؟ واي صوبي وايت سوبي ابييرنس. الترجيع عامل زي الصابون وابيض. حد يقول لي ليه وايت سوبي؟ ليه البومبي وايت سوبي؟ ليه البومبي عامل ايه؟ عشان الكواكب تمام؟ يبقى انا حسب كله 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 ما عدا ده وما عدا الكميات. اشيل الكونستيبيشن احط بدلها دايريه وايت سوبي نول. الدنيا كلها فيها ليكويفاكشن. يبقى بدل كونستيبيشن شلتها وحطيت ايه؟ واين صوبي صوبي. يبقى بص بقى السؤال كده. ديفرنشيت بتوين ذا اسيد اند الكالي. هتقول ايه؟ هتقول دي ماشي وهتقول نمرة اثنين دايريا. في حد يقول نمرة ثلاثة؟ ايه الفرق بين الاكشن؟ ها؟ يبقى من الاول الاكشن ده كوالي صوبي دايريا كوي فاكت. يبقى دي اول فرق. ثاني فرق في الكرانيال فيتشر دول وايه كمان؟ ودي شيرت اوعي تنسي ان هنا بيضة هنا لا الوان. يبقى ايه الديفرنشيشن؟ لكن هما زي بعض. انا بقول الديفرنشيشن يعني تقولي لي البوينت اوف ديفرنس. خلاص؟ طيب وصلنا بعد كده اما اقول الكرانيال فيتشر وراها طبعا ايه؟ ها؟ دايما الكوز اوف ديث، يعني دايما يكتبوا كرانيال فيتشر الكوز اوف ديث. ايه اسباب الوفاه؟ الاثنين زي بعض الحمد لله. عامله لك جمله كده مسميها ايه؟ ساد بي سي. زي الموند كده كنا نقول كان ساد، لا دي ساد بي سي. يبقى الاثنين هيموتوك من ايه؟ من ساد وبعدين بي سي الواحده. ايه بقى الساد بي سي ده؟ الاكس ده هيموتك من شوك، الايه من اسفيك. خلاص؟ الدي بديدي، الدي من دي هايدريشن، الدي من بيرفوريشن اوف ذا ستومك، الدي من كاشيكسيا اند ايماسيشن. ايه بقى الساد بي سي ده؟ انا هقول الساد بي سي ومعاها الفيتا بيريد بالمره. يبقى احنا قلنا الفيتا دوز مش عليه، الفيتا بيريد هتتقابل مره مع الكوزو. هي اه يعني مش عليك قوي بس بتتقبل مره عشان اقول لك بس وقت. وعشان كده انا عملتها سلبي كتير ليه؟ عشان تعرفي بالترتيب، ما ينفعش تقول لنا كوز اوف ديث مش بالترتيب. خلاص؟ طب الشوك الاولانيه دي ايميديت هتموتي ايميديتلي. يبقى انهي شوك يا دكاتره؟ جيروجينيك طبعا. الاسفيكسيا لا يا ستي في خلال ساعات. يعني انت لو عديتي منها نقول لك مبروك، لا احتمال تكوني ما هتموتي من اسفيكسيا ولا حاجه. عديتي من اسئله انا اقول لك مبروك، لا كمان انت هتموتي من ديهايدريشن في خلال 12 ساعه ولا حاجه نص يوم. دخلت بقى في البيرفوريشن، لا دي محتاجه ايام. دخلت في الكاشيكس دي محتاجه اسابيع اكثر واكثر. يعني ايه كاشيكس يعني ايماسيشن؟ يعني جنرال ويكنس، عندك ضعف عام. ليه ضعف عام؟ انا ضعيفه ليه؟ اصل انا مش باكل. ليه مش بتاكلي؟ اصل انا عندي ستريكتشر اوف ذا اوفاكيوس. السبيكتشر بتبقى فتره وبتعدي، لكن السبيكتشر اصلا عمليه معقوله. طيب كده يبقى ممكن يموت من السبيكتشر اصلا طبيعي. يعني ايه سبيكتشر؟ سبيكتشر مضايقاك والناروينج.
يبقى هو ده للاثنين قالت للاثنين بس اسمحيلي البرفوريشن اكتر في الاسيد الكاشيتيا اكتر في الالكالي يبقى احنا مقسمين ده اكتر في ايه ده اكتر خلاص طيب وبعد كده مين البوست مورتم بيكتشر مش عندك هي هتنطولك البوست مورتم بيكتشر هبهدف بس انا هعلمك ازاي تقلل يعني بوست مورتم بيكتشر اول ما تدخل تلاقي سؤال النهارده عملت اكتر في الاستومك اكتر
دي عملت ألتر وألتر وألتر وديستراكشن ونكروزس وبرفوريشن كمان. بصي بقى علمي على الترفوريشن، انا مش بتكلم في ألتر النهارده، ده انا بتكلم في بهدله وترفوريشن. يبقى كلمة يوم حرف يوم فكرني ان انا اقول ان انا لقيت الناس ده ترفوريشن او ألتريشن او نكروزس او ديستراكشن. كلمات مش قضية خالص، فبتفكري كلمات وتعريف واحد. طب وصلت للأسد، سمعت النهارده الأسد حبوب أو تبلت أو سيل، هو نبات هو حبوب، يبقى ما أقولش ما نوناوش. يبقى أنا طلعت رصاص النهارده اليوم، لأن إذا كانت الكلينيكال بيكتشر عادي فطلعت اليوم. جيت على السد الإير، سمعت النهارده الجروب بتعمل إيشر، مش هتسمعيها تاني، الشطر الوحيدة اللي هقول لك فيها إيشر، وبعد كده هقول كل سنة مش طيب. يبقى سمعت فيها ايشر، ويا سلام لو اديتيني الوانها اشكرك، لو سلفوريك سودا، هيدروكلوريك احمر، النيتريك تعزني البروتين سلفوريك اسيد يلو رحت كبيرة. سمعتي النهاردة ان الاسس بيزمنوا عليه بيدخلوه نيد البريكس، يبقى ما نونوش. تعالي للبرين، سمعت النهارده الاسس اثرت في البرين، عملت حاجه في البرين، الحمد لله ما اثرتش اساسا، يبقى ما تجيبيش سيره برين. سمعت الاسس عملت لي افكت النهارده الفيوز، جميل، يبقى internal and external signs of افكت لو هم فيوز. ماشي؟ وصلت للبي ام تشينج، تحبي تقولي ايه؟ ما عنديش غير الهايبوستاسيس از دارك بلو از اتشيكت. انترنال واكسترنال سايد من الفوراك، صح كده؟ فبص احمد قالها وانا كنت مقلقه شويه. غير كان حاسس بالساينز اوف اتشيكت اللي هي اثنين بلو واثنين بانجنج ومش عارفه هي الحته بتاعت الهايبوستاسيس دي. طب هتلاقي جواها ايه؟ اثنين بلو، يعني بلو بادي بلو هايبوستاسيس. مش هتحتاجي تقوليها تاني. ليه تقولي بلو هاند وستس تاني؟ ما انت كتبتهم. خلاص؟ يعني احنا بنقول الانترنال والاكسترنال ساينز اوف افكت اللي هي ميلي اللي هي اثنين كونجشن اثنين بلو، يمكن الباطن دي لا عارفينها ما فيهاش باطن، دي مش ميكانيكال صح؟ ولكن اثنين بلو يعني بلو باطن يعني بلو هايبوستيزس. عرفت ان هايبوستيزس ايه؟ فيري امبورتنت ان انا اقول عنده افكت. اوكي؟ تعالى بقى في البساطي جاب ايه تقولوا لي في سوري في الالكالي في الالكالي. حاسب نفس الكلام ما عدا اكسلن شيل البرفوريشن وحطي ناروينج اوف ذا اوسوفيجس. شفتي عمل ايه؟ هذا نفس الكلام بس انا ما فيهاش برفوريشن، فيها ناروينج اوف اوسوفيجس. وايه كمان هتتشال؟ ايه كمان دكتور اسمه ايه؟ محمد؟ هاي محمد. يبقى انت شلت دي حطيت دي، تحب تشيل حاجه كمان؟ الله ينور عليك. الايجر ده ان هنا لونها ابيض لكن كتبت كله زي ما هو، لان زي ما بقى لو عملت صوت انسان هتلاقي نفس النهار. فهمت احنا ماشيين على كده ازاي؟ هتلاقي بقى هي كذبنا برو وهي مش كذبنا برو، احنا بقى خلاص تعودنا عليها. اوكي؟ خلاص. هتلاقي ارجع يا احمد في كلينيكال تيجي وبص عليه، هتقول الميت كان بيتألم بين، هتقول الميت مش عارف يبلع، ما ينفعش للميت. هتقول الميت دور كده يفتح حاجه في الميت، هتقول الميت فومتينج. ها؟ والله بصوا عمرو قال حاجه انا بقى كنت عايزه اعديها عشان لسه اول حته. قال لي ما انا ممكن اشوف كيدني انفكشن عمل كيدني انفكشن بس دي حاجه يعني عارف ازاي انا بقول لك ايه ده بوست جرادوال بقى اللي هي المرحله بقى اللي هي ايه؟ اصل الكيدني دي احنا بنشوفها في ايه؟ في 15% من الحالات. طب 15% انا ما بطالبش بافضل جرادوال ده ممكن ياخدوا لي 15% فاهمين يا ولاد؟ خلاص؟ طب وصلنا بعد كده لايه بقى؟ للانفستيجيشن، ايه الانفستيجيشن اللي انا هعملها؟ ايه الانفستيجيشن اللي انا هعملها بقى؟
متفقين مين بقى يفكرني بالانفستيجيشن لا 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 اول حاجة جيب السامبلز السامبلز دي ها لو ليفينج خدي منه الخوارج لو ده خدي منه التقطيع قطعي واكتبهم يعني ايه كل الدروس كل الدروس الليفينج الخوارج يعني اخرج منه الاستون والفامتا ومش عارفه ايه عندي والبلاد ومش عارفه ايه اي حاجه تخرج منك اصل انا مش عارفه هو متهتم بايه ولا شعرني متهتم بايه واحد جاي لنا مش عارف اوكي طب لو ده قطع ولا يهمك قطع ايه ماشي وراه دخل الصوم نص الصوم يلا على المعمل نص الوزن يلا على المعمل نص الليفر نص الكيدي من هنا ومن هنا نص البرين روتين سامبلز فروم ليفنج اند ذات روتين يبقى ليفنج الخوارج ده التقطيع نمره اثنين دايما بنقول عليها ايه روتين انفستيجيشن ايه روتين انفستيجيشن اثير بلاد جاسس والالكترولايت ما انا ما اعرفش مستخدم ايه ادخلي لي بقى على اللي هتتحاسبي عليه السبيسيفيك السبيسيفيك دوري على البويزن شخصيا ودوري على الكوز اوف ديث صح كده طب البويزن هنا اسيد واكلز ما بنعرفش نجيبه لان هو بيشتغل مش بكوانتيتي بيشتغل بالكونسنتريشن فما تجيبوش من اي جهاز هجيبه ازاي ادخلي على الكوز اوف ديث هو اللي انا بشوف الكوز اوف ديث ايه بقى الكوز اوف ده؟ احنا قلنا ساد بي سي الدي دي مش عملتلي رينال فيلير قالت طب ما تعملي لو صحي طبعا الرينال فانكشن تست احتياطي البي ده مش عمل لك بيرفوريشن والسي دي كشفت عشان ستريكتشر اوف اوسوفيجس طب ايه رايك تعملي ابدومينال اكس راي ما انت هتشوفي البيرفوريشن يبقى الابدومينال اكس راي توريني البرفوريشن نمره ثلاثه ما تيجي تعملي منظار ابر اندوسكوبي عشان تشوفي البهدله بتاعت الاوسطي مع ان الاندوسكوبي خلي بالك برضه مني لانه برايفت تيشو فقال لك احنا ما بيطلعش الجراح يقول لك معلش انا عايز حد بتاع الجراحي يجي يعمل ابر اندوسكوبي بسرعه ويوريني على السكرين الاخبار قبل ما اوكي طب يبقى كشيك سببها ستكشر اوف اوسوفيجس فاللارنج اوف اوسوفيجس هشوفها ازاي بالاندوسكوبي ها بس الاوبتيك اندوسكوبي اللي هو بتاع كده بسكرين جنبي وببقى شايفه او بعينيا كده طب الفايبر اوبتيك اندوسكوبي او الابر جي اي تي اندوسكوبي عشان يوريني الجريد بتاعت الدستركشن لو جريد زيرو يبقى ما عندوش حاجه زي الفل جريد 1 لا الاقي شويه ايريزيما او ريدنس وايديما اوف ذا اوسوفيجس الدنيا ملتهبه لو جريد 2 لا يبقى عنده التر ده دخلنا في الميوكوزا كده بقى في التر لو جريد 3 لا ده احنا دخلنا في الماسل ترانس ميورال ديستركشن ده احنا دخلنا في الاوسوفيجس كلها يبقى هي ماشيه بالترتيب ها زيرو ده ما عندكش كده وان مجرد اثنين تو شوية ألسوس تري لا دخلت ترانسميورال أو في أوكي؟ طب خلي بالك جمع لي الاكس راي النهارده كان ليها روح في التوكسيكولوجي؟ اه وانت اخدت قبل كده اكس راي التوكسيكولوجي كان ليها الاكس راي في الاسبرين كيك والبادي باجر سيندروم بص انا بجمع لك عشان لما يجي لك في الاورال هتبص 15 عندنا لما يموت في حاجه رولو اكس رولو بريجولوجي في فرنسيس مدرسه رولو بريجولوجي ده الموضه بقى لها سنتين دي موضه جديده حتى الابحاث عندنا بريجولوجي حتى مش عارفه حتى انا في المانيا طلبوني عايزين تتكلمي فور ريجولوجي ان فرنسيس يعني حتى بره مش هنا
يعني بص انت ايه في كل حاجه الجورج هي الفاشن زي ما بتظهر كده عندنا فاشن ظهرت عندنا من كام سنه الهيربال توكسيتي والاعشاب الايام دي ظهرت في مخنا كلنا للجورج خلاص فانا بتوقع طبعا ان ايه في الغرف هيبقى كتير طب نجمعهم او في الريتم ما هي برضه بتحب تجميع طب خلصنا كده الانفستيجيشن خلاص وصلنا لاخر حاجه ايه بقى في ديتاكت دايجنوست ما فيش وصلنا للتريتمنت ازاي تعالجي الاسيد والالكالز الاثنين مع بعض يلا يا مريم تريتمنت يلا يا مريم مليني ازاي اعالج الاتش مش ار تي مش كده بس تقدري تعملي لي تريتمنت اونلاين يا نمبر 1 اكتفي الايزن الكبير الايتم اللي هي سبورتيف اند سيمبتوماتيك الايتم الكبير طب يبقى سبورتيف اند سيمبتوماتيك الله ينور عليك نمبر 2 نمبر 2 مريم بتقول اي دي جي ايه اي ده؟ انا الاس السي سبورتيف الجي جاي تتلخبط بس انا لما اجي اكتبها في الامتحان ريموفر اوف ذا بايلر فروم جي اي تي واي اي تي جي احنا عندنا ريزن طول خلاص؟ طب ثلاثة لوكال انتيدوت بس انا في الامتحان لما اجي اكتب لوكال انتيدوت اكتب ايه؟ في جمله كده destruction of the plasma by local antidote and prevent its absorption. وصلنا للدم اربعة وخمسة elimination of the poison from the blood او elimination of the absorbed poison انا بقى خلاص انتوا كبرتوا اللي هي دارتس اند دارتس اند ديموكراتيك خلاص خلاص يبقى كل ما مره حته ايه دي دي اتش اوكي طب هنشيله في الدم بين السيستميك او السيستولوجيكال انتش هي ما قريتوش راح تكملي كده احنا خدنا درجه احسن من ما فيش طب يلا نشتغل طب هو بيموت من ايه؟ سمعتوا النهارده الاثنين مرتين زي بعض ستين زي بعض بيموت بس تخيل ان انا برضه نسيت حاجه قبل ما اشتغل انا معلمات قبل ما تشتغل في التوظيف ستومك سكين مو طب اللي انا هشتغل فيه ده وضع لك الستومك وهنزلك بيه لكن لو وقع على جلدك ايه العلاج؟ قال لك العلاج ادلقي ميه لمده ربع ساعه وحطي انتي بايوتيك اوينتمنت ولو احتاجنا سكين جراف تعملي سكين جراف يبقى شفت العلاج بقى هتبقى عليه ان شاء الله الدرجه انا محتاجاها دي حاجه هبله ان انا ادلق ميه لمده ربع ساعه بعد ان الناس قالت ممكن تعملي نيوتراليزيشن اسيد على اكل اكل اسيد بره ماشي مش خطير يعني بس انتي بايوتيك المهم سكين جراف طب والسموك لو انت هتموتي من اسفيكسيا يبقى كيرو ريسبيريشن زي ما علمتك فاكرين الاي بي الواي والبريدنج عالج الريسبيريشن زي ما علمتك بره لا انت لا لكن ما ده هو خلاص لكن بره حاجه على حاجه ما خلاص نعم لا في مكتوب خلاص يبقى فاهمين يا دكاتره يبقى الاول اطمن نفسي ان انا طومك يا سكينه مش موك خلاص سكينه مش موك ارجع بقى ايه الاستومك الاستومك سبورتيف هو الراجل هيموت من ايه؟ يا محمد احمد هي احمد هو هيموت من ايه؟ الاكل في الاكل تبعوها من ايه؟ طب قولي تقولها كده ده انا عندها طريقه ثانيه يبقى تعالى عندك استاد بي سي وتعالى نعالجه مش هو ده السبورتيف سبورتيف لايف هيموت من استاد بي سي طب تعالى بقى انت قول لي يلا الاس ده ايه؟ فاكر الاس الاغنيه دي ايه؟ شوك ممكن لو سمحت تعالج لي الشوك تعالج الشوك زي من شابتر 1
بيعلم السيركيوليشن اللي هي اي بي سي هي السيركيوليشن هي الشوك هو بيعلمها دلوقتي هنا مفيش قريبنا انا قلت قريبنا راجل النهارده خلاص شوف بقى نيجي ثالث الاين ستريم دوبامين دوبامين سيركيوليشن انت هتفكر ما هو شغلتنا كلها في شابتر 1 حاجه بس اسمح لي النهارده هدوت كلمه مورفين اشمعنى بين كيلر اصل نيوروجينيك شوك يبقى لو نيوروجينيك شوك لازم تقولي مورفين خلاص عارف الشوك ده شابتر 1 بس لازم تزودي مورفين ماليش دعوه دي نيوروجينيك شوك صح الايه اللي هي ايه اسفيكسيا عايزين الاسفيكسيا زي ما علمتك الاي بي الواي وبريدنج اكتبيهم ولا يهمك بس بس بتمني ما حدش هيقراهم بس اقرا انك انت بتعدي الانسبيريشن خلاص طب دخلتي على الدي حد فاكر الدي دي ايه؟ ديهايدريشن اند شوك ما خلاص على الكهرباء يا سيرة ما قلناش تاني دخلت على البي البيرفوريشن هيحصل له بيرفوريشن ها في عنده بيرفوريشن تعملي ايه؟ اقطعي الحته دي حتى كان لسه ضد يبقى اسمها ايه؟ جاستراكتومي سيرجيكال اوبريشن يعني محتاج جاستراكتومي شيل الحته الجراحين بيشيلوا الحته دي ووصلوا اللعبه تاني طب عنده كاشيكتيا هو عنده كاشيكتيا ليه؟ عشان نارنج ولور اند اوف اسفيجس طب ما توسعيها ها او الحته دي ضيقه طب ما تعملي شيليها وحطي بدلها كولون او ها باي بون الحته اللي هي ضيقه شيليها او وسعيها اسمها ايه التوسيع؟ اسمها اوسوفيجينيال دايلاتيشن او بنسميها البوجيناج اوسوفيجيال دايلاتيشن او البوجيناج يدخل يوسع بس يوسع على مدار سنه يفضل يجيبك كل اسبوعين مره كل اسبوعين بصمم كده زي ابره الكو كده ويقعد يلفك ويوسع ملي الاسبوعين ملي ثانيه بس اول قعده لازم تبقى بعد مرور اسبوع اشمعنى؟ دي بريزن ما ينفعش يدخل عنده اوسوفيجيال دايلاتيشن النهارده عشان برايفسي ممكن يجيب بيرفريشن خلاص ده دي بريزن انت تدخلي بعد قد ايه؟ ها؟ خدتي بالك؟ طب لو سؤال كده What is the role of surgery in treatment of corrosive bone disease؟ احتاجنا عمليات اول عمليه كانت اسمها تراكيوستومي فين التراكيوستومي؟ كيرب بريزن ثاني عمليه كانت اسمها جاستريكتومي فين الجاستريكتومي؟ ثالث عملية كانت اسمها الكولون باي بون في الاوتوفيجيال دايلاتيشن دي عملية. هاي سيرجري. أنا بس أقول أورا ما في ضرورة سيرجري. نحتاج سيرجري إحنا بنقول الجراحين ده عاوز تعملها خلاص؟ طب نمبر 2 مين اللي يقول لي نمبر 2؟ أعمل أمتز والكاثارتكس والجاستريك لافاش في الجدول ده لازم أنونه وأقول لأ، لأ ليه؟ عشان هعمل بيرفوريشن حاجه فاتت كده تحب تفوتها مره ثانيه يبقى خايفه من بيرفوريشن والسبب الثاني ممكن يد اوريدي براد النوبه دي جايه لكم نمره ثلاثه اللوكال انتيدوت اللوكال انتيدوت كانوا معلميني فيزيك وميكانيكال ومعلميني كيميكال ايه رايكم في الفيزيك وميكانيكال اخد جيمارسنت اللبن وبعض البيت والايس كريم وال ده لو واحده كلمتني اقول لها الشرفين لبن ما تجيبوني الشرفين لبن هو جاي في السكه لبن ليه جيمارسنت كوتينج بريفنت ابزوربشن بريفنت الكونتاكت هو ما فيش ابزوربشن بس بريفنت الكونتاكت الكونتاكت عشان ديستراكشن طب ايه رايكم يا اولاد انا هستخدم هستخدم ادوربنت هستخدم الشوك ينفع يبقى لازم تنونوي مع الشخصيه دي بريزن شاركول ات كونترا انديكيتد ليه كونترا انديكيتد؟ مش هعرف اشوف عينك نوت افكتيف خالص يبقى انا مش قادر معنى يبقى انا خدت بس اللبن ينفع اخد من الكيميكال النيوتراليزيشن يا دكاتره يبقى لازم تنونوي مش مسموح بالنيوتراليزيشن احط اسيد على اكل واكل على اسيد ليه؟ يبريزن خلاص معلش ده فيه لونوة كتير فيه لونوة كتير ليه؟ لأن بعض من المراكز بتعمل الحاجات دي
قال له احنا ناويين يعني كل الدروس بقى مش نورها كده لكن المره دي لازم نو تشور ولا في مره نو يوتلايزيشن ها يبقى لازم نو اوكي طب نو انيت نو لافاش اوكي طب وصلنا النمره 4 اعمل 4 دائره ودائره ليه لانه ما انطفش في الدم هو في الدم يا ستي يبقى لا 4 ولا 5 ما جبتش 3 يبقى انا خلصت التريتمنت خلاص خلصت التريتمنت عبيط ازاي هنمشي كده تك تك يبقى انا اعمل بقى هايلايت على ايه اعمل هايلايت ايه المعلومه الجديده اللي ممكن هيحاسبوني عليها على المورفين وعلى الميلك خلاص كده يبقى المورفين والميلك انت احمد بتخبطني مش عارفه يبقى اعمل هايلايت على المورفين وعلى الميلك هي دي لكن الباقي كله تقريبا الباقي كله معلومات قديمه يبقى خلي بالك بقى نمبر زيرو مورفين از لايف سيفنج ده سؤال اورال واحد داخل لك من الباب قبل ما تقولي له صباح الخير اديله مورفين لانه ممكن يموت قدامك وانت بتشتغلي من البيهين يبقى في حاجات هكتب لك في دروس زيرو نمبر زيرو نمبر زيرو يعني ايه تو اتراكت يور اتنشن خلي بالك اول ما تدخلي الواحد بتاع اورال اول حاجه لك هتعالج ده ما تقوليش كده لو بتسالني انا اقول لك ممكن يبقى انت بعدين تبتدي خلاص اوكي طب يبقى خلصنا كده ايه اول جاب هو الاول كنت على حاجه على ثاني كده بس عندي شغل من نقه كده انت ايه